من آخر الدور إن كان عليه
فرض فقط، وإن كان عليه مشتركتان كظهر وعصر ومغرب وعشاء أخر لقدر 5 ركعات في الظهرين ولأربع في العشاءين حضرا وسلاسا سفرا، وقدر ظهر خفيف وركعات خالية عن سنن صونا للدماء ما أمكن. انظر إلى يعني الدقة في تطبيق الأحكام، يعني أن الحاكم حينما يمسك إنسان تاركا للصلاة يحبسه ويأمره بفعل الصلاة مثلا قبل غروب الشمس بمقدار 5 ركعات وطهر خفيف كالوضوء، يعني صونا للدماء، يعني 5 ركعات تقدر مثلا ب8 دقائق أو ب10 دقائق كل ركعة دقيقة، و3 دقائق للوضوء الطهر الخفيف، يبقى قبل غروب الشمس بمقدار 11 دقيقة، ويقدر للركعات الخالية عن السنن، يعني بمعنى أنه في الطمأنينة بمقدار 3 تسبيحات، يعني ما زاد على الطمأنينة فهو سنة اللي هو 5 تسبيحات أو 7، وبمقدار ما يقول مثلا سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ثم الركوع، فأنا قلنا يعني 11 دقيقة كافية للوضوء ولأداء الخمس أداء الخمس ركعات. فإن لم يصلي قتل حدا، يقتل حدا، وإن كان تاركا للعصر يعني يؤخر بمقدار ما يدرك قبل الغروب 1 ركعة، يعني نقول إيه مثلا الوضوء 3 دقائق والركعة دقيقتان يبقى 5 دقائق، يعني صونا للدماء ما أمكن. فإن لم يصلي بالفعل يعني امتنع عن صلاة الظهر والعصر أو العصر أو قبيل طلوع الفجر بمقدار 4 ركعات عشان 3 للمغرب وركعة من العشاء والوضوء الخفيف قول بمقدار 10 دقائق، إن لم يصلي قتل إيه؟ قتل حدا، ويقتل بالسيف حدا لا كفرا، خلافا لابن حبيب عبد الملك بن حبيب من المالكية، يعني دائما يعني يتشدد في الأحكام ويخالف المالكية في كثير من أقوالهم، لكن يوافق الإمام أحمد ويوافق الظاهرية في كثير من أقوال ابن حبيب، بل يقتل كفرا لأن تارك الصلاة مختلف فيه، يعني جمهور من الصحابة كبير جدا يكفر تارك الصلاة كسيدنا عمر وسيدنا أبي هريرة وسيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنهم كانوا يكفرون تارك الصلاة، وكان سيدنا عمر بن عبد العزيز وسيدنا سعيد بن جبير وسيدنا سفيان الثوري وكثير من التابعين وتابع التابعين يكفرون تارك الصلاة، ومعهم الإمام أحمد وابن حزم الظاهري وداود، لأن معهم أحاديث طبعا ظاهرها تكفير تارك الصلاة في صحيح مسلم والبخاري، العهد بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، هذا حديث في صحيح مسلم. حديث ثاني إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، هذا يعني واضح، لكن الذين لا يكفرونه كالإمام مالك مثلا والإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة
يقولون إن المراد بالترك مع الجحود، يعني الترك ترك فعل الصلاة مع إنكار الصلاة، يعني من تركها أي جاحدا لها فقد كفر، هكذا إيه قال. لكن ننظر إلى الذنب العظيم، يعني حتى عند الإمام مالك يقتل، يعني أن جزاء من ترك وقتا أو وقتين كسلا لا جحودا يقتل، إن لم يصلي الوقت أو الوقتين قتل حدا. هذا تكفير الترك، تكفير ترك وقت واحد أو وقتين. حتى الإمام أبو حنيفة الذي قال لا يقتل قال يحبس، يحبس حتى يتوب أو يموت، يحبس يعني حتى يتوب ويصلي أو يموت، يعني لا يخرج من السجن. طبعا ده يعني أشد من القتل، حكم طبعا صعب، الحاكم يحكم عليه بالسجن المؤبد، إن صلى تاب وصلى يخرج، إن لم يتب ويصلي فهو باقي في السجن حتى يموت. هذا حكم الإمام أبي حنيفة ومن تبعه. يعني إذا يعني أحكام في حكم تارك الصلاة ثلاثة: كافر يقتل كفرا، ومعنى يقتل كفرا يعني أنه خارج عن الملة، يعني إذا لا يورث ماله فيت، يدخل بيت مال المسلمين حتى وهو حي، لا يجوز أحد أن ينكحه بنته، ولا يجوز له أن يدخل مكة أو المدينة، وإذا قتل كفرا والعياذ بالله لا يصلى عليه ولا يدفن عند المسلمين ولا يرثه ورثته. الذي أحكام مترتب عليه على الحكم بكفره. المالكية ومن معهم من الشافعين وباقي العلماء قالوا يقتل، يقتل إن لم يصلي الوقت أو الوقتين. الحنفية ومن معهم قالوا يحبس حتى يتوب أو يموت. هذا هو حكم ثالث، يعني ده حكم صعب جدا، صعب جدا، أشد من الإيه؟ من القتل، وأشد من الزنا، وأشد من شرب الخمر. ليه؟ لأن هذه المعاصي لم يختلف أحد مثلا في كفره، يعني لم يقل أحد بكفر شارب الخمر أو كفر القاتل أو كفر الزاني أو كفر السارق، كلهم على أنه إيه؟ عاصي مرتكب كبير، أمرهم مفوض إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، يعني انتاب من مات من غير توبة. لكن تارك الصلاة يعني يطبق عليه هذه الأحكام الشرعية في الدنيا قبل الموت، أما بعد الموت طبعا حدث ولا حرج فيما يعني أعد الله له من الويل والغيب، كما قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، الغي ده واد في جهنم أعد لتارك الصلاة. ما هو أضاعها، فويل للمصلين الذين هم عن صلاة ساهون، يعني لا يصلون. فقالوا الويل أيضا واد في جهنم تستعيذ منه جهنم كل يوم، والعياذ بالله، وعد لتارك الصلاة. أعاذنا الله من ذلك. هذا حكم تارك الصلاة كسلا عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، أنه يقتل حدا
يجمع أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن عند المسلمين ويورث، لكن لا يصلي عليه أهل العلم، يصلي عليه واحد من عامة الناس كسائر مرتكبي الكبيرة. هذا حكم مرتكب الكبيرة، ومنها ترك الصلاة. قال الشيخ رضي الله عنه: والجاحد لها أي المنكر لوجوبها كافر مرتد. ده بإجماع العلماء لا خلاف في هذا. يستتاب 3 أيام، يعني أن الحاكم يحبسه 3 أيام ويعرض عليه الاعتراف بالصلاة إن كان منكرا بالصلاة قبيحا، فهو كافر عليه حال. يعرض عليه التوبة، يعني أول النهار وآخر النهار 3 أيام متواليات. قال فإن تاب فبها ونعمت، يعني إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنة، وإلا بعد 3 أيام قتل كافرا والعياذ بالله. قتل كافرا يعني تطبق عليه أحكام الكفر، لا يغسل ولا يكفن، الكفن الشرعي يعني، ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث كسائر الشغال، ككل من جحد ما أي حكما علم من الدين ضرورة كوجوب الصوم وحرمة أو تحريم الزنا وإباحة البيع. يعني هذا حكم من ترك معلوما من الدين بالضرورة، يعني الذي ينكر الصلاة، ينكر الزكاة، ينكر الحج، ينكر الصوم، كذلك ينكر تحريم الزنا أو تحريم القتل. يعني واحد يقول له إيه الزنا حرام، مين قال حرام؟ مثلا الربا حرام، ومن قال إنه حرام؟ يستحل إيه؟ يستحل الحرام. من قال البيع حرام؟ يعني حرم إيه؟ حرم الحلال. العلماء قالوا إن تحليل الحرام كتحريم الحلال، يعني من قال إن لبن الضأن حرام كالذي يقول إن لحم الخنزير حلال، واحد لا فرق. ليه؟ لأنه طبعا قال ضد ما قاله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حرم ما أحرم وأحل ما حرم الله. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. إذن فالجاحد لها يقتل كفرا، لكن يعني بعد 3 أيام، بعد الاستتابة 3 أيام. وهذا الحكم ينطبق على كل من أنكر معلوما من الدين بالضرورة، لكن التارك كسلا ده يؤخر لآخر الوقت الضروري. إن كان وقت واحد مقدار ركعة بعد الطهر الخفيف، ومقدار يعني نقول مثلا مقدار 5 دقائق أو 4 دقائق قبل غروب الشمس أو طلوع الفجر. والمالكية طبعا استدلوا على عدم كفر تارك الصلاة كسلا بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني كل ذنب دون الشرك يدخل تحت المشيئة، يعني إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. وطبعا في أحاديث يعني تدل على يعني
عدم كفر تارك الصلاة. يعني فعلشان يجمع بين الأحاديث اللي هي تدل على عدم الكفر والأحاديث التي تدل على الكفر، لابد من دفع التعارض أو دفع إيهام التعارض، ولا تعارض في قول الشارع، لكن يعني الكلام ظاهر الكلام يوهم التعارض، فاسم الدفع إيهام التعارض. فالأحاديث التي ظاهرها التكفير تحمل على التارك جحدا وإنكارا كسائر أوامر الإسلام، والأحاديث التي ظاهرها لا تكفر تارك الصلاة يبقى تحمل على من تركها كسلا، وبذلك يدفع إيهام التعارض. كحديث مثلا سيدنا عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس أو خمس صلوات افترضهن الله عز وجل على عباده، فمن لقيه بهن، يعني لقي الله وهو يؤديهن، فمن لقيه بهن لم يضيع منهن شيئا، لقيه وله عند الله عهد أن يدخله بهن الجنة. ومن لقيه بهن أي بالصلوات وقد انتقص منهن شيئا، يعني لم يتركهن كلهن، لا، استخفافا بحقهن، قال لقيه ولا عهد له عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لكن الذي يأتي بهن على التمام والكمال له عهد، أي له ذمة، يعني له يعني وعد من الله أن يدخله الجنة، هذا معنى العهد، له عند الله عهد، يعني له عند الله ذمة ووفاء أن يدخله الجنة. أما من انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن يبقى ليس له عهد، يبقى تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ده يدل على عدم كفر تارك الصلاة. ثم قال الشيخ عن أحكام النفل، متى يحرم النفل، الأوقات التي يحرم التنفل فيها. قال وحرم نفل حال طلوع شمس وغروبها وخطبة جمعة وخروج له وضيق وقت وذكر فائتة وإقامة لحاضرة. حرم نفل لا فرض، والمراد به هنا ما قابل الخمس، فيشمل الجنازة والمنذورة، يعني حينما نقول تحرم النوافل يبقى إذن الفرائض والواجبات لا تحرم. فالواجبات مثلا في واجبات كفائية زي الجنازة، أو الواجب العيني غير الفرائض اللي هي النذور، يعني واحد نذر أن يصلي مثلا 10 ركعات شكرا لله تعالى، يبقى ده صلاة واجبة، صلاة واجبة. فكلمة وحرم نفل أي لا فرض، والمراد به هنا ما قابل ما قابل الخمس، يعني الفرائض الخمس معروفة، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. فالنفل يدخل فيه ما زاد على الفرض حتى ولو كان واجبا كصلاة الجنازة أو صلاة النذر، تأخذ حكم النفل أيضا. يعني أن الجنازة لا تصلى في هذه الأوقات، يعني عند اصفرار الشمس أو عند احمرارها أو عند الطلوع أو عند الغروب،
أيضا، وعند صلاة الحاضرة، وعند ضيق وقت الحاضرة يحرم أداء أي صلاة من النوافل أو الفرائض الكفائية أو الواجبات كالنذر. حال طلوع الشمس أي حال بروزها، يعني حينما يبدو قرص الشمس، لما تبقى الشمس حمراء كده طلعة جديد، أي مع هذا معنى حال بروز الشمس، يعني تنظر إلى جهة المشرق تلاقيها لسه إيه طالعة كده حمراء. وحال غروبها أي غيابها في الأفق في ناحية الغرب، ترطب تلاقي الشمس إيه بدأت في السقوط، يبقى في الحالة دي يحرم النفل حال الغروب، طلوع وحال الغروب. طب نشوف العلة. النبي عليه الصلاة والسلام هناك حديث حديث لعمر بن عبسة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، يقول ايه؟ قال له صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس. حتى ترتفع، اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع اللي هو قال عليه العلماء مقدار رمح، اللي هو مقدر الآن بربع ساعة، هذا معنى ترتفع الشمس. زمان كان في مقادير الرمح، مقدار الايه الرمح والرمحين، فقدروه الآن بربع ساعة، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، زي ما قال الهدهد لبلقيس: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. قال سيدنا سليمان عن بلقيس وقومها، قال وجدتها وقومها، هي لأنها ملكة، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، فكانوا يسجدون لها عند الطلوع وعند الغروب، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يسجد لها الكفار حتى لا يتشبه المصلي بهم، يبقى يمسك عن الصلاة. ثم صلي، يعني بعد حل النافلة، فإن الصلاة محظورة مشهودة، يعني تشهدها الملائكة وتشهد لك بها عند الله، تحضرها فتشهد لك أنك مصلي، يعني بعد أن تصلي الملائكة تصعد وتشهد لك عند الله أنك تصلي. قال حتى يستقل الظل بالرمح، يعني حتى تصل الشمس إلى وسط السماء، حتى تستقل الظل، حتى يستقل الظل بالرمح، يعني يكون تحت، يعني حين الزوال أمسك عن الصلاة، ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم، تسجر يعني تزداد اشتعالا عند الزوال. لكن احنا عندنا طبعا في المالكية بالذات لم نقل بحرمة التنفل عند الزوال، إنما قال به الحنابلة فقط. طبعا حديث سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه حين قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس، حين
تطلع الشمس، وحين تكون في كبد السماء، وحين تضيف للغروب، ثلاث أوقات يعني عند الطلوع وعند الغروب وعند زوالها، يعني حينما تتوسط كبد السماء. يعني منهى عن الصلاة ودفن الموتى ثلاث ساعات، والحديث ده معاهم برضه مع الإمام أحمد، لكن باقي العلماء يعني أجازوا، لأن المالكية عندهم عمل أهل المدينة يقدم على الحديث، فالإمام مالك أدرك أهل المدينة يصلون عند الزوال، يصلون عند الزوال. والحنفية أيضا كالحنابلة برضو يمنعون الصلاة عند الزوال مع الإمام أحمد. قال: فإذا أقبل العصر فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلى العصر. فإذا أقبل الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلى العصر. يعني الصلاة بين الظهر والعصر مشهودة، يعني تشبه الملائكة، يعني بعد ما يتحول الظل الفيء والظل، حينما يتحول الفيء من ناحية المشرق إلى ناحية من ناحية المغرب إلى ناحية المشرق، يعني تميل الشمس ناحية الغرب. فإن الصلاة مشهودة محظورة في هذا الوقت حتى تصلى العصر، ثم أقصر عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. يبقى العلة عند الطلوع سجود الكفار، وعند الغروب، وعند الزوال حين تسجر جهنم عذاب الله. ولذلك يعني الإنسان، قالوا العلماء، يستحب الخروج من الخلاف، يعني لما يبقى باقي على الظهر مثلا دقيقة أو دقيقتين يبقى أجل التنفر حتى يؤذن الظهر خروجا من الخلاف. دائما أهل الورع يعني يتركون العمل المختلف فيه، حتى عندنا في المالكية الشيخ علي رحمه الله عليه وغيره يقولون يعني العبادة المتفق عليها أفضل من العبادة المختلفة فيها، ومراعاة الخلاف أولى. عشان كده يعني الإنسان يخرج من الخلاف. ما عدا طبعا ركعتي الطواف، ما عدا ركعتي الطواف، طبعا ركعتي الطواف العلماء أجازوا أنها تصلى أو أنهما تصليان في كل وقت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، نادى يعني المختصين بمكة وبالحرم، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت في أي ساعة شاء من الليل أو النهار، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت في أي ساعة، يعني لا تمنعوه من الصلاة، يعني إذا طاف سبعا فلا يعني تمنعوه من أن يصلي ركعتين في أي ساعة من الليل أو النهار، يعني عند طلوع الشمس أو عند غروبها أو عند الزوال. يبقى إذن هاتان الركعتان يستثنيان من النهي، يعني
ده طبعا استثناء من رسول الله، يعني استثناء من الشارع مش بالهوى، لا اللي بالك، يعني لان الذي يحدد الاوقات هو الشارع، لا دخل للفقهاء في هذا التحديد. أما أحسن واحد يقول إيه؟ يعني لماذا هذا التحديد؟ يقول ده من الشارع. وحال خطبة جمعة لا عيد، لأنه يشغل عن سماعها الواجب. الصلاة حال الخطبة. يعني حينما يدخل الإنسان المسجد والإمام يخطب، أو يكون متوجها إلى المنبر، يعني حتى لو داخل والإمام والمأموم داخل وراه، يعني حد من الناس ما دام شايف الإمام رايح على المنبر يبقى لا يصلي. يعني كما قال الإمام مالك في الموطأ رواية عن الزهري، قال إيه؟ قال: خروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام. لكن طبعا يعني هم طبعا العلة هنا قالوا لأنه يشتغل بالسنة عن الواجب، لأن الواجب الاستماع للخطبة، الاستماع للخطبتين واجب، فلا ينشغل بالسنة هي أداء تحية المسجد عن الواجب. بس هي طبعا علة عقلية استعملت في مقابل النص، ولذلك ضعف رأي المالكية فيها. يعني طبعا حديث سليك الغطفاني ده حديث متفق على صحته، وارد في كل كتب السنة، أن سيدنا سليك الغطفاني الأنصاري دخل المسجد فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: أصليت يا سليك؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. المالكية أولوا هذا الحديث، قالوا إنها حالة خاصة لسليك لأنه كان فقيرا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ليفطن إليه فيتصدق عليه. لكن العلماء طبعا ردوا عليهم وقالوا: هناك حديث عام مروي في صحيح مسلم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، يعني يصلي خفيفتين للتحية للمسجد. لأنه في حديث طبعا في البخاري ومسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وحديث ثاني في السنن: أعطوا المساجد حقها. قال: وما حقها يا رسول الله؟ قال: تصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا. طبعا دي أحاديث طبعا قوية لا تقاوم بالحجة العقلية. المالكية قالوا لا يشتغلوا بالسنة عن الفرض، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقام سليكا بعد أن جلس، وده دليل الأهمية. حتى إن بعض الظاهرية أوجب ركعتي تحية المسجد، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس قبل إيه؟ قبل صلاته. إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فبعضهم قال إن تحية المسجد سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، نعم؟ حتى وقت الغروب. دي قصة تانية، يعني حكاية إيه؟ إنه يعني وقت الغروب أو وقت الفجر عند الإمام الشافعي،
فقط عند الإمام الشافعي فقط الذي قال بأن أي صلاة لها سبب لا تحرم في أي وقت، واستدل بحديث قوي، حديث سيدنا بلال، حديث سيدنا بلال في ليلة المعراج حينما دخل صلى الله عليه وسلم الجنة فسمع خشخشة نعلي سيدنا بلال، قال له يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته فإني سمعت دفن عليك في الجنة وفي رواية خشخشة عليك في الجنة، يعني صوت مشي سيدنا بلال. فقال له يا رسول الله ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ليل أو نهار إلا صليت به ما شاء الله لي. ده كلام مين؟ الإمام الشافعي رضي الله عنه استدل بهذا الحديث، حديث سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال أي صلاة لها سبب؟ سبب يعني مثلا كسنة الإحرام أو سنة الوضوء أو سنة الاستخارة أو التوبة أو سنة السفر أو صلاة مثلا رد الضالة، صلاة الضائع والآبر، سنة مثلا تجديد الوضوء كسيدنا بلال، دي اسمها صلوات لها سبب فتصلى في أي وقت من ليل أو نهار في مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى. إذن يعني الراجح رأي من قال إن الداخل لا الجالس، هناك فرق بين الجالس في المسجد أثناء خطبة الجمعة، ده متفق على عدم جواز تنفله، يعني لا يجوز لأحد جالس في المسجد مثلا قبل الإمام مثلا يبدأ الخطبة أو قبل دخوله ويقوم أثناء الخطبة ويصلي، ده طبعا ممنوع، لكن الداخل ده منصوص عليه، أمر صلى الله عليه وسلم بالصلاة للداخل. لكن المالكية على أي حال قالوا لأنه يشغل عن سماع الواجب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فليصلي ركعتين وليتجوز فيهم، يعني هيستغرق دقيقتين أو ثلاث دقائق، ده لا يشغل عن سماع الخطبة. وحال خروجي أي توجه الإمام لها أي للخطبة، يعني عندنا في المالكية سواء كان الإمام داخلا أو وهو يخطب يحرم يحرم التنفل. وحال ضيق وقت اختياري أو ضروري لفرض لأنه يؤدي لإخراجه عن وقته الواجب، يعني واحد مثلا استيقظ من النوم ويريد أن يصلي مثلا سنة الظهر القبلية، لو صلى ركعتين أذن العصر، لا يبقى إذن يصلي يصلي الظهر ولا ويحرم عليه أن يتنفل، لأن التنفل هنا يخرج الصلاة عن وقتها الاختياري، يبقى يحرم التنفل عند ضيق الوقت فلا يجوز، أو عليه العشاء ويطلع الفجر يقول أصلي ركعتين أو أربعة مثلا تهجد، لا تبدأ بالإيه؟ بالواجب، فيحرم التنفل في هذا الوقت يعني لضيق الوقت الاختياري، يعني هيطلع الفجر أو الضروري حتى لو كان الضروري، يعني على رأي من قال إنه الضروري العشاء من النصف الثاني من الليل. هذا معنى كلام الشيخ وحال ضيق وقت اختياري أو ضروري لفرض، لأنه يؤدي لتأخير الصلاة عن وقتها.
لأنه يؤدي لتأخيرها الحرام أو لإخراج الصلاة عن وقتها الواجب، فالتأخير حرام. وحال ذكر أي تذكر صلاة فائتة لأنه يؤدي لتأخيرها الحرام، إذ يجب صلاتها وقت تذكرها ولو حال طلوع أو غروب. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الموطأ والبخاري ومسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها فذلك وقتها، لا كفارة لها إلا ذلك. يبقى هنا ما يجوز طبعا أن واحد يتنفل وهو متذكر لفائدة، يبقى يبدأ بالفرض ثم يصلي من النفل ما شاء، يبقى عند تذكر الفائدة. فتذكر الفائدة يوجب صلاتها الآن فليصليها إذا ذكرها، فلو أخرها عن وقت التذكر واشتغل بالنافلة واشتغل بالنفل عن الفرض فهذا إيه؟ حرام شرعا. طيب لو واحد مثلا عليه فوائد كثيرة، والله تعالى أعلم.